وفقا استراتيجيه التي اصدرتها المديريه العامه للامن الوطني وتنفيذ تعليمات السيد ولي الامن، تمكنت العناصر او عناصر منطقه الفداء درب السلطان ومنذ الثالث من هذا الشهر من ايقاف 6 الاشخاص الحيازه ديالهم 30,000 وحده من المفرقعات والشهب الناريه الموجهه للترويج خلال فتره الاحتفالات بذكرى عاشوراء. وتم ايقاف 6 الاشخاص والذين سيحالون على النيابه العامه. وتندرج هذه العمليات الامنيه المكثفه التي تباشرها مصالح ولايه امن الدار البيضاء في سياق مخطط عمل مندمج يروم تجفيف منابع تهريب مواد المتفجره التي تشكل او التي يشكل استعماله خطرا على المواطنين خاصه فئه الاطفال.